اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده طعمها مختلف. احنا في ايام المدارس واولادنا بيروحوا المدارس، عايزين يرجعوا يلاقوا اكله حلوه طعم جديد والتغيير حلو مع الاولاد بالذات، بنشجعهم ان هم يرجعوا ياكلوا في البيت. هنعمل لهم النهارده فطاير السوسيز بشكل جديد وبطعم جديد، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ودي حاجه سهله على كل ام، يعني السوسيس جاهز من اي سوبر ماركت، والعجينه هعلمك تعمليها ازاي، مفيش عجينه، في بدايل ثانيه هنشوفها في تفاصيل الحلقه. معايا النهارده لحمه ومكرونه، في اكله مشهوره جدا في المطبخ الليبي اسمها المبكبكه، احنا المصريين بنعملها وشطار في عمايلها، هي بالاختصار المفيد المكرونه بتستوي مع اللحمه. بس في تكنيك هنا وفي خبره طهويه، امتى انزل بالمكرونه جوه صلصه اللحمه، هي ده الموضوع، ده مربط الفرس زي ما بيقولوا يعني. معانا كمان عصير انا مسميه عصير فيتامين سي، العصير اللي احنا داخلين على الشتاء والبرد وعايزين نجهز نفسنا يبقى عندنا مناعه قويه، وخاصه اطفالنا واولادنا رايحين على المدرسه. معانا جزر وبرتقان، هنعمل عصير الجزر بالبرتقان مع عسل زهره البرسيم، اطفال اولى، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وممكن نضيف له جنزبيل اختياري حسب الرغبة. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي، بمقادير بسيطة وسهلة تقدر تعملي الأكل بشكل جديد وبطعم جديد، وأولادك دايما يحبوا يأكلوا صينية البطاطس من إيدك كل يوم، ولكن لما يكون مختلفة الشكل والطعم بالتأكيد بكده بتجبريهم يرجعوا على البيت يأكلوا من إيديك. خلينا نطلع فاصل صغير عشان عندنا معلومة غير معلومة وأفكار بسيطة وسهلة لعمل سفرة جميلة أو تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الشغل بتاعنا. حلو قوي، معانا ثلاث اطباق مهمين جدا او طبقين وعصير، هنعمل المبكبكه وهنعمل فطاير السوسيز لاولادنا علشان يرجعوا يلاقوا حاجه سهله حتى هم بياكلوها كده تبقى لطيفه مع عصير تبقى جميله. تعالوا مع بعض نعمل المبكبكه من المطبخ الليبي، وفرصه نوجه تحيه كبيره لاخواننا الليبيين والشعب الليبي من ارض مصر ام الدنيا. معانا لحم كندوز، معانا مكرونه صغيره بتاعت الكشري دي موجوده في اي سوبر ماركت، جيب المكرونه اللي بالشكل ده كده، ومعانا بصل وتوم، معجون طماطم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، المبكبكه بتاخد كمون، وما ننساش طبعا من الفليفر روزماري وزعتر، انا بحب دايما دول يشاركوا في الاطباق بتاعتي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه بتفاصيلها على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. طيب لما اعمل مبكبكه يعني عايز شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا والتست بتاعها عالي علشان طعم المكرونه يبقى حلو. بس هو ده اللي انا عايز اوصله لحضراتكم من الاخر. لازم هنا الشوربه اهتم بيها وبعمايلها. هتعملي المبكبكه بقى بالفراخ، هتعمليها باللحمه زي ما انت عايزه. طب ازاي نعمل شويه شوربه حلوين؟ سواء هنعمل مبكبكه او هنعمل فته بالشوربه دي، احنا مع بعض اهو. ادي بصلايه تتقطع حلو كده، وانا كده عندي ايه خبره طهويه شويه، او عندي فراسه في ان انا اخد طعم السكريات والكرمله بتاع البصل ده، طعمه يبقى ظاهر في الاكله، ما يبقاش مصنن ولا يبقى فيه ريحه بصل في الاكل. حلو الكلام، يعني استطعمه بس ريحه البصل مش ظريفه في الاكل. يعني بتعملي رغيف حواوشي، تعملي صينيه كفته بالبطاطس واللحمه مثلا، البصلايه لازم تحمريها على النار قبل ما تدخليها مع بقيه المقادير او الماتيريال بتاع الاكله. الموضوع هنا ايه بيختلف. ادي البصلايه الحلوه بالشكل ده كده، معلقه زيت زيتون يا عم الشيف حلوه، ومعلقه زيت الزيتون دي بنحط عليها مكعب من الزبده لطيف زي ده كده، وانزل بالبصلايه بتاعتي. الله ايه الحلاوه دي، زي الفل. انا عينيا بتدمع، وتعلمنا من الشيف المغازي وقت ما اجي احمر بصل لاي اكله بعملها بحط شويه بهارات وشويه فليفر علشان ما تبقاش ريحه بصل، تبقى ريحه اعشاب. معلقه الزبده اللي انا حطيتها مع زيت الزيتون بتساعد على احمرار البصله سريعا من غير ما الجوس بتاعها او الميه بتاعتها تنشف. شفت البصلية بتاخد لون بسرعه، ده اللي انا عايزه. ننزل بالروزماري ده كده. انا بسلق لحمه دلوقتي او فراخ، عايزه تعمليها بالفراخ اهلا وسهلا، عايزه تعمليها باللحمه اهلا وسهلا. ادي الروزماري وادي الزعتر مع بعض التقليبه الحلوه دي كده،
الله، بدأت البصلاية تديني لون، تديني طعم مميز. أنزل بالبهارات بتاعتنا، شوية بابريكا حلوين، قليل من الكركم أنا بحبه دايما، شوية كمون حلوين زي الفل، فلفل بدون ملح، مش هحط الملح دلوقتي خالص، خلي بالك الملح ده في المرحلة الأخيرة من السوى. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما يعرقلش عملية السوى، وفي نفس الوقت كمان أبقى عملت إيه؟ عملية نسبة وتناسب في تسوية اللحمة، ما تبقاش مالحة معايا، لأن كل ما تحط مية على اللحمة وتزودي ملح هتيجي بعد كده تاكل اللحمة تلاقي من جوه ملحة، من جوه الأنسجة بتاعتها فيها ملح. إذا جه الملح منين؟ إنك بتحط الملح وتزودي مية وتحط ملح وتزودي مية وهكذا. كده البصرة جاهزة، باخد اللحم ده كده، الله، حتة لحمة تتكلم عن نفسها، طازة أهي، ممكن لحم كندوز أو لحم ضاني يا حودة. يا شيف احمد نسبة الدهون 20% يا حبيب قلبي. ازيك يا شيف؟ والله بحبك يا شيف، وربنا يحبب فيك خلقه ويقبل بخاطرك على كل حاجة حلوة بتعملها لنا يا شيف. الله يبارك لك يا محترم. يا شيف تحيات الفريق الإعداد يا شيف، والجميع العاملين بتلفزيون المصري على كل حاجة حلوة بيقدموها لنا يا شيف. والله أنا بسمع صوتك يا محمود بحس أنا رحت الأقصر ورجعت. وسلم لي على كل أهالي الناس الطيبين في الأقصر. أنا بحب عليك يا شيف. حبيب قلبي، حبيب هارتي يا حودة. الصعيد اللي بحبه الأقصر وأسوان، بلدنا بلد السياح وفيها الحبايب تتفسح. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اه شفت حتة اللحمة؟ ما بعرفش اغني، انا بعرف اطبخ. اه ايه الحلاوة دي؟ حتة اللحمة شربت التوابل، خدت البصلة بتوابلها ببهاراتها، روزماري، زعتر، الموضوع مختلف. طب انا عايز اللحمة دي تستوي بسرعة، مخرجنا بيقول التايم بتاع الحلقة 50 دقيقة، مش هديك ولا ثانية. حلو الكلام. تستوي اللحمة ازاي؟ بس مع الشيف المغازي في خلال 30 دقيقة اللحمة دي هتكون استوت بعون الله. عندنا المية بتغلي على النار، المية بتغلي على النار، واللحمة شوحتها مع البصل، اللهم صل على النبي. يلا يا ويلي، هو ده هو ده. استوت اللحمة. احنا هنعمل قد ايه مكرونة؟ كيس ولا اتنين؟ كيس ولا اتنين؟ كيسين. هو ده. عايز شوية شوربة، لقيت الشوربة زادت معاكي، خدي منها شيليها عندك، تعملي شوية ملوخية، تعملي شوية فتة زي ما انت عايزة، تعملي صينية بطاطس بالفراخ طالما عندك شوربة دسمة بالشكل ده كده. اللحمة عامت مع التوابل مع البهارات، أسيبها تستوي. التركية في عمل المبكبكة وأصولها هي مكرونة باللحمة، حلو، ولكن إن المكرونة تستوي جوه اللحمة وجوه صوص اللحمه ده المهم بقى. ليه بقى؟ بيبقى لها قوام ولها الطعم المميز، بتلاقي اللحمه واخده طعم المكرونه والمكرونه واخده طعم اللحمه وهكذا. انا لسه ما حطيتش ملح على فكره، المكرونه خليها كده جنبيها. اوعى تنزلي بالمكرونه دلوقتي هتعجن منك. هغطيها واسيبها تستوي. شايفه اللحمه استوت ازاي يا رحمه؟ اللحمه بقت ملبنه مع البصله، ده اللي انا بدور عليه. تيست مهم جدا للشوربه اللي انا هعمل فيها المبكبكه، اظبط الملح بتاعنا. عشان كده انا بدات بيها، مخرجنا بيقول لي هتبدا بايه؟ قلت له المبكبكه، اللحمه لسه هتستوي معايا، وزي ما حضراتكم شايفين كده زي الفل. ظبطت الطعم، حطيت الملح بتاعي زي الفل. اخد المكرونه بقى. للامانه انتوا عارفين ان انا صادق معاكم، المكرونه دي كتيره على الشوربه دي. شفتوا بقى دي شوربه عايمه قوي واللحمه فيها دي كتير قوي، لان المكرونه دي لازم تستوي، والمبكبكه بتبقى مستويه، ما بتبقاش المكرونه يعني زي الاكل الطلياني مثلا، لا بالشكل ده كده. شفتي دي كتير قوي على فكره اهي. شايفه خلصت المبكبكه. والله هنا بقى اختياري، عايزه لونها لون الطماطم ونعملها بالطماطم، تبقى الطماطم ظاهره فيها، هنحط طماطم. عايزاها بطعم من غير طماطم ده اختياري، بس هي المبكبكه بتتعمل بالطماطم تبقى لطيفه وحلوه. شفتي هزودها شويه شوربه. العب، هو ده تمام زي الفل. معانا صوص طماطم محترم، بناخد منه شويه كده هنا. حلو، ادي فكره المبكبكه، كل ده يستوي مع بعضه، اللحمه تكمل سواها، المكرونه تستوي وتتناغم مع طعم اللحمه،
والزعتر والروزماري والبهارات الحلوة. المبكبكة دايما لا ما هي اللحمة مهما تستوي في وضعها مع المكرونة هي مستوية. حلو حلو قوي. قال لي اللحمة مش هتستوي قبل المكرونة؟ طبيعي، هي اللحمة خلاص قربت تستوي، فأنا حطيت المكرونة. التايم بتاع تسوية المكرونة أيا كانت تقريبا من 10 ل 15 دقيقة تبقى مستوية. أنا عايز أقرص عليها في السوى شوية مع المبكبكة. طب سموها مبكبكة ليه يا شفيق؟ قول لي بقى أنت، سموها ليه مبكبكة؟ هو ده سؤال. هو لا، علشان ما غرفهاش ولا أشيلها من على النار غير لما أشوفها بتبكبك قدام عينيا، برؤية عينيا كده تبكبك يعني تغلي. هنشوف الكلام ده دلوقتي إن شاء الله، بس هنغطيها مع بعض لو سمحتوا. الغطا فين؟ زي الفل. عرفنا ليه سموها مبكبكة؟ علشان بتبكبك على النار، اللحمة مع الفراخ، سوري، اللحمة مع المكرونة أو الفراخ مع المكرونة. يلا سيبناها كده زي الفل ونغرف المبكبكة مع بعض في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الموضوع هنا محتاج لوقفة. شوية مبكبكة والأكلة دي كمان يعني إيه، غدوة مع طبق سلطة خضراء زي اللي الشيف عامله ده كده. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ يلا العب. اود اود. او 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 مبكبكة نازلة بتغني. الله. أكلة مشهورة في المطبخ الليبي. بنسافر على ليبيا، ولادنا بيروحوا، اللي مسافر يرجع بالسلامة، واللي عايز يسافر يسافر بالسلامة. سالم غانم جوزك سافر وجاي كان بياكل المبكبكة هناك، علمتك تعمليها النهاردة اهوت. سافرنا على السعودية، تحية كبيرة للشعب السعودي، بناكل كبسة وأكل الكبسة هناك. اتعلمي عمل الكبسة بالشيف المغازي على اليوتيوب وعلى الصفحة، صفحة أكلة أمي والصفحة الرسمية للقناة الأولى، موجودة الكبسة بكل تفاصيلها. والله أنا عجبني أول الأكلة دي، بس أنا عايز أعمل حاجة حلوة. شفت البصل ده؟ يا ويلي يا ويلي على البصل ده، ولو بصل أخضر يبقى أحلى. معانا الأخضر. ألف هنا وشيف للي ياكل منها. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومة غير معلومة، كمان فيها بساطة وسهولة ومرونة انك تقدري تعملي الأكلة اللي نفسك فيها ولكن بالطعم المصري ايا كان نوع الأكلة، حتى لو من الصين الشعبية. رؤية، فن، إبداع، بساطة، سهولة، مرونة. الكلام ده مع الشيف المغازي من مزبيرو.